بسم الله الرحمن الرحيم. مع تكامل اكس الجذر التربيع لاي تربيع ناقص اكس تربيع، احنا لو بصينا هنا الجذر اللي تحت الجذر او جينا فضلناه، يعني دي باي دي اكس لاي تربيع ناقص اكس تربيع هيساوي ناقص 2 اكس. يبقى انا لازم اخلي هنا ناقص 2 اكس عشان يبقى عندي دالة ودي تفاضلة. طيب هنعمل ايه؟ يبقى عندي تكامل، هضرب هنا ناقص 2 اكس واقسم على هنا ناقص نص. الجذر التربيعي لاي تربيع ناقص اكس تربيع دي اكس، يبقى اصبح ديا هي ديا التفاضل بتاع القوس عندي. يبقى اي تربيع ناقص اكس تربيع عبارة عن نص نص، يبقى هضيف عليه واحد واقسم على القوس الجديد. طيب يبقى عندي تبقى ناقص نص اي تربيع ناقص اكس تربيع قص كام؟ تلاتة على اتنين على تلاتة على اتنين زائد ثابت. اختصر هنا الاتنين دي تروح مع الاتنين، يبقى يتبقى ليا ناقص تلت اي تربيع ناقص اكس تربيع اس كام؟ اس تلاتة على اتنين زائد ثابت. أتمنى تكونوا استفدتم معايا، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.